اعلنت الحكومه السويسريه اليوم ان المانيا طلبت منها بيع بعض الدبابات الموجوده بمخازنها من طراز ليوبارد 2 في اتفاق من شانه السماح لالمانيا ودول اخرى بزياده الدعم العسكري لاوكرانيا من جانبها اكدت وزاره الدفاع الالمانيه اليوم انها لن ترسل تلك الدبابات الى كييف مباشره إذ وافقت سويسرا على بيعها موضحة أنها تريد من سويسرا إعادة بيع بعض الدبابات إلى الشركة المصنعة راين ميتال وهو أمر يسمح للشركة بسد النقص في تسليح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.